مستمع يسأل ويقول: إذا جلست بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة سهوا وقمت قبل أن أقرأ التشهد، فعلي سجود سهو أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا جلست بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة ناسيا ساهيا وقمت قبل أن أقرأ التشهد، فهل علي سجود سهو؟ إذا جلست في غير محل الجلوس، كما لو جلست بعد الركعة الأولى من الصلاة أو بعد الركعة الثالثة من الرباعية ناسيا، فإنك تقوم وتأتي بما بقي من صلاتك وتسجد للسهو، تسجد للسهو. والأفضل أن يكون سجودك في هذه الحالة بعد السلام، لأنه عن زيادة في الصلاة، وإن سجدت قبل السلام فلا بأس بذلك. نعم.